استاذ محمد واستاذه بسنت، كل سنه وانتم طيبين. حضرتك طيب وبخير ومصر كلها بخير يا رب. وتهنئه للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذه المناسبه، ومصر كلها كل سنه وانتم طيبين. اللهم امين. عايزين في البدايه طبعا هو قدر الكوادر الطبيه وواجبهم يعني فترة العيد وفترة الأجازات والكلام ده كله، وطبعا ساعات بيبقى فيه زي ما حضرتك عرضته كده مثلا ازدحام في الحدائق العامة أو الأماكن العامة، قد يحدث بعض الحوادث بعض الطوارئ، في ترافيك عالي جدا على الوصول إلى الشواطئ وإلى أماكن الراحة في خلال فترة العيد، فطبعا في نوع من الاستنفار في القطاع الطبي لتقديم خدمات في هذه الفترة. عظيم. طبعا علاوة على الأمراض العادية اللي ممكن تحدث أثناء فترة العيد يعني حضرتك. فسيادتك ده يعني واجب مستمر في هذه المراحل، بحيث أي حادثة أو أي طوارئ أو أي طلب طبي بيجد الاستجابة الفورية في هذا الوقت.